تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية بالتوسع الأفقي في محافظة مطروح والمجهودات المختلفة حقيقة اللي بتبذل تحديدا من قبل وزارة الزراعة في هذا المجال لتقديم كل الخدمات المختلفة المرتبطة بالمستلزمات الزراعية عن طريق مركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة. حقيقة الزميلة أمل صبري كان ليها جولة في محافظة مطروح واتعرفت من خلالها على دور مركز البحوث وإيه اللي ممكن يقدمه من أشياء جديدة وأفكار وأبحاث تساعد المزارعين بشكل كبير وتساعد أيضا في التوسع الأفقي في محافظة مطروح. خلونا نشوف مع بعض دلوقتي هذه الجولة السريعة من قلب مطروح. للتعايش مع الظروف المناخية والبيئية لمحافظة مطروح والعمل على زراعة ثمار متميزة وبجودة عالية، يعمل مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء على إنتاج أكبر عدد من الشتلات للثمار المتنوعة ومن إحدى الصوب الزراعية لإنتاج شتلات الزيتون. أكد المسؤولون على أنه يتم توزيع هذه الشتلات على المزارعين بالمجان. احنا الحقيقه دلوقتي في صوبه انتاج الشتلات للبساتين، انتاج شتلات الزيتون والتين واللوز وغيره. والحقيقه وفقا لتعليمات معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه واصلاح الاراضي في التوسع الافقي في محافظه مطروح بانتاج اكبر عدد من الشتلات لتوزيعها مجانا على المواطنين. زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا السنه دي في الموسم ده انتجنا 50,000 شتله، 50,000 شتلة زيتون، يمكن أول مرة ننتج العدد دوت السنة دي، وإن شاء الله بإذن الله إحنا بنجهزه على شهر 2 عشان هيبدأ يتوزع على المواطنين مجانا اللي بيزرعوا في مناطق الوديان. ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدولة المصرية في التوسع الأفقي في محافظة مطروح لإنتاج شتلات متميزة لدعم المزارعين بالمحافظة. احنا هنا من ضمن خطة وحدة بحوث البساتين انها بتقوم بإعداد خطة إنتاج لشتلات الزيتون وتوزيعها بالمجان على المواطنين، وده من ضمن بروتوكول عمل الوحدة انها تنتج شتلات معلومة المصدر وتكون شتلات بنراعي فيها انها تكون متأقلمة تحت ظروف الظروف المناخية والبيئية لمحافظة مطروح، فبنجيب عدد من الأصناف سواء أصناف الزيت أو أصناف التخليل واللي بنراعي فيها انها تبقى خالية من الأمراض. بنبدأ من أول ما بنجيب العقل من المزارع في مطروح ونبدأ نزرع العقل بتاعتنا ونحافظ عليها لغاية ما نبدأ نوزعها. في الغالب احنا بنوزع الشتلات على عمر سنة بعد ما بنتأكد من نجاح التعقيل ونجاح الشتلة انها تنزل في أرض مستديمة. كما يقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات مثل تقديم الاستشارات الفنية للمزارعين وتطبيق الممارسات الزراعية المثلى. جهود حثيثة تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع كافة القطاعات التابعة لها وفي مختلف محافظات الجمهورية لتوفير الخدمات اللازمة للمزارعين وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بما يسهم في الارتقاء بالمحاصيل الزراعية. من داخل إحدى المشاتل التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة مطروح، أمل صبري.